الزمالك دفاعين الشوط الاول كان ما ظهرش بشكل كويس، الفرقه بشكل عام ما ظهرتش بشكل كويس، وان كان يعني اصول النهارده قالك ان احنا رحنا بست كرات وهم راحوا او البنك الاهلي راح بكره واحده، يعني ده برضه هياكد نفس كلامي ان انت دايما بتبدا طريقه اللعب غلط. النهارده بدا ب 3-3-3-1. المفاجاه هنا النهارده ان محمود علاء ما كانش بيلعب المباراه اللي فاتت، عبد الغني ما كانش بيلعب المباراه اللي فاتت، حسام عبد المجيد كان اساسي قبل التغيير طبعا. الثلاثه ما لعبوش المباراه اللي فاتت خالص، ما شفتهاش في حياتي مدرب بيجيب ثلاث مساكين ما لعبوش المباراه اللي قبلها وبيبدأهم على طول مره واحده. فدي بالنسبه لي كانت مفاجاه كبيره جدا. انت دايما لغي الاطراف عندك بتخلق للخصم مساحات كبيره جدا، وانا عندي مقوله دايما بقولها، ما تخافش على الزمالك والكره في رجله، خاف عليه والكره مش موجوده معاه. اول ما بيفقد الكره بتلاقي الامور صعبه جدا، وده اللي هنشوفه كمان في وشفناه في الشوط الاول وهنشوفه دلوقتي في بعض اللقطات. اعرضوا يا جماعه اللقطات اللي الكابتن يا ريت يعني عشان واحنا بنتكلم تكون الصوت مع الصوره. بس حلوه الجمله اللي انت ان هو فعلا الزمالك هو الكره في رجله بيمشي بيشتغل كويس جدا، المشكله لما تبقى الكره مش في رجله يعني. على مر العصور اس كلام ده، على مر العصور بيبقى فيه طفرات شويه، يمكن انا وحامد كنا بنتكلم فيها بيبقى فيه طفرات شويه، المدرب اللي بره شخصيته قويه جدا، اللعيب خايف على مكانه فهتلاقيه بيعمل البريسنج على لا. احسن حاجه اهي اللقطات معانا يبقى حضرتك عايز عليها هتيجي قدامك وهتيجي هنا بقى. يلا بقى. دي اول كره في خطر في المباراه لنادي الزمالك. هتلاحظ دايما ان ناحيه اليمين والشمال عند الزمالك مش موجوده، الثلاثه اللي في العمق والزمالك بيعمل هاي بريشر. هتلاقي دايما عايز توقف اللقطه اقول بقى وقف هما معاك عشان توضح اللي انا عايز اوقف اللعبه من اولها. هتوقف من اولها يا جماعه اهي كده من اولها. يلا كمل بس اقف هنا بقى اقف هنا 3-3 والكره طالعه من ابو جبل عاليه فالطبيعي ان هي تكون سهله للسكند بول، يكون سهل للعيبه الزمالك. دايما عندنا هنا في مصر انا دايما هتلاقيني واقف في صف المدافعين شويه، دايما عندنا في مصر يقول لك الجون غلطه المدافع، الجون غلطه حارس المرمى. لا بص على الهدف هنا من الاول يلا. او الكره الخطر من الاول، بص هتطلع من رجل اللاعب فتحي هتطلع بمنتهى السهوله زي او مدبولي. بص مدبولي هيعمل ازاي الزمالك خلاص راحوا للكوره خلاص هم بره الجيم خالص. ده اسحاق يعقوبو وده بدايه اللقاء. ده اسحاق يعقوب من ناحيه الشمال. لك ان تتخيل ان نادي الزمالك بادئ في اللقاء وتلاقي لقطه زي دي 3-2، فدي كوارث في بدايه اللقاء. وخلينا اكد على كلامي ان مش كل مره هتسلم الجره. الزمالك الفترات الاخيره دي بيجي فيها هدف واتنين ويقدر يعوض، لكن الامور بعد كده بتبقى صعبه. كملها على سرعتها، كملها على سرعتها عادي. دي اول كره عندنا ودي بتوريك المساحات، ودي بتوريك برضو انا عايز اقول لك دي قصه الهدف مع الطرد، هي دي القصه اللي حصلت او دي الحكايه بتاعه الهدف الاول للبنك الاهلي. قيس على كده كل كرة دي الكرة التانية، الراجل تلعبها مرتاح مفيش حد بيضغط عليه، بيروح كريم بامبو هنا وبيتألق عواد نفس الكلام. بص البريس اللي معمول من دونجا كرة مكررة بنسبة 100%. ده اللي أنا بتكلم فيه، مساحات مرعبة في خط الدفاع. أنت ما بتبدأش بأحسن تشكيل، مش احسن ما اعتقدش المشكله في التشكيل على الطريقة والتكتيك في الملعب. الطريقة ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، لما بتبدأ ب 3-3-3-1 انت دايما عندك ماشي وقف هنا لحظه، ارجع شويه وقف، لا ارجع شويه الكره اللي فاتت دي عشان هنا في نقطه مهمه قوي، بس في الزاويه القريبه كده قربها شويه. انت شايف مين الاثنين دول اصلا؟ ده زيزو ونضاي. زيزو ونضاي هم اللي في اخر خط الدفاع. هي كانت كره ركنيه، كانت ضربه ركنيه، لكن برضو حتى لو ضربه ركنيه انا بلعب بثلاث اثنين رجعوا عشان هم الاثنين كانوا بيستنوا المدافعين كانوا شغالين. بس احنا دايما خدناها في الكوره ان دايما لما يكون في ضربه ركنيه لو انا بلعب باثنين مش بثلاثه، يا انا يا المساك اللي جنب اللي يزيد واحد فينا بس، ما هو لازم واحد يكون حاسس بالمكان ده وواحد سريع جنبه. بالظبط كمان دونجا مثلا بيبقى هو اللي اقرب على الدايره ولا حاجه، بس اللي راجعين بسرعه ابراهيم نضاي وزيزو يعني في موقف الدفاع. تمام كل اللقطات دي هتولد. بص هنا الضغط معمول ازاي، ده الطرد يعني لعبه اتكررت مره اتنين تلاته، الرابعه حصلت حاله الطرد واللي جه منها الهدف. خطا متكرر في المباراه، مدرب مش قادر يقرا الخصم اللي بيلعبه. طبعا الضغط هنا سيء جدا من حسام، وطبعا تصرف صبح معاه كان بشكل سيء طبعا. بص الضغط هنا بس هو صبح ما شافهاش عشان يجي محمود ما شافهاش، لكن الضغط من حسام طبعا جزء بس هو ما شافهاش بصراحه عشان برضو الناس دلوقتي بقت كل حاجه صبح اللي شايلها لوحده بصراحه يعني كل الاخطاء دي وتلاقي دي لقطه في بدايه اللقاء لزيزو. لكن خلينا نرجع لنادي الزمالك. دي مشاكل كبيره جدا بتقابل طريقه اللعب اللي بيبدا بها اسوريو دايما في اي لقاء، دايما بيسيب مساحات كبيره جدا لاي خصم هو بيلعبه. انا مع محمد ان هو دايما مركز في الحلول الهجوميه لكن ناسي دايما الادوار الدفاعيه، وهنتكلم ازاي الطريقه اتغيرت في الشوط الثاني ويمكن ده اللي صلح الدنيا وحسن الدنيا شويه في الزمالك. لكن الخطا اتكرر، ده اللي انا كنت عايز اوضحه، الخطا اتكرر اربع مرات، في المره الرابعه حصل حاله طرد وجي منها هدف. انت ازاي ما تتداركش
الاخطاء بتاعتك من بدايه اللقاء، يا اما تاخر المدافعين شويه في الشوط الاول ما تخليهمش يلعبوا هاي بريشر ويطلعوا لنص الملعب، يا اما تمنع الكره من اول ما بتطلع من الرجل، لان احنا دايما بنبص على المدافعين، لا انت بص على الضغط، عشان كده قلت لك تخاف على الزمالك والكره مش معاه. صح.